مشاهدينا ونحن دائما متعودين بسامراء الصباح يكون معنا ضيف للحديث عن مواضيع مهمة ينسلط عليها الضوء ويكون فائدة للمشاهدين، وأكيد أسئلة متنوعة بنطرحها عليكم. واليوم معنا مدير قسم الأخبار في قناة سامراء الفضائية الأستاذ أحمد حديثي. سعد صباحك. صباح الخير، نورنا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله. طبعا أكيد موضوع الأخبار وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها بالسوشيال ميديا يختلف تماما عن انتشارها بالفضائيات. طبعا كافة الأخبار السياسية، الأخبار الثقافية، الأخبار المنوعة، الأخبار بشكل عام، فشنو سبب الاختلاف وأي الأخبار؟ يعني نحس أنه إحنا التواصل الاجتماعي ده يأثر ويكون منافس بالفضائيات بتداول الأخبار، فشنو السبب؟ بالبداية طبعا هو ماكو اختلاف بين الخبر بالسوشيال ميديا أو الفضائيات. قبل هذا كله يعني حب أبارك لك على خطوبتك اليوم، حسب ما سمعت اليوم أنا هذا اليوم أشكرك هذا. أشكرك تسلم. حب أبارك لك بالبداية هذا الموضوع ليك. لكن نوعية الخبر بالنسبة للفضائيات أو استهداف الفضائيات حسب سياسة الفضائية نفسها، نوعية الخبر يختلف بين فضائية وفضائية أخرى كوسيلة إعلام، كذلك بالسوشيال ميديا انه الشخصيه اللي هو يتابع الاخبار اذا كان هو مراسل في قناه معينه او اذا هو كان متتبع للاحداث السياسيه. هنا الاختلاف انه قرب هذا الموضوع لجماهير واسعه، انه اصبحت الحداثه الانترنت بالنسبه للاستهداف او بالنسبه لتتبع الاخبار اصبحت في متناول الايدي في الطرقات، في الاسواق، في الشوارع. يعني ما مضطر انه انا اقعد بالبيت حتى اسمع خبر، انه اتابع الاخبار عن طريق الانترنت، عن طريق السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك. لكن هنا اكو مشكله بنوعيه الخبر ومصدر الخبر. دائما الفضائيات تعتمد على مراسل، طبعا هذا المراسل يكون معتمد لدى هذه الفضائيه بالنسبه لاستقاء الخبر اللي هي الهدف اللي تستهدف به، يعني المناطق او تستهدف به الشرائح السياسيه اللي هي تبحث. احنا حابين شوي نحكي عن هذا الموضوع. نعم. انه الاخبار تكون جهه محدده تهتم بهذا الموضوع مثل ما ذكرت مراسل، لكن جوده الخبر في تواصل مواقع التواصل الاجتماعي كيف تكون؟ الى اي حد تكون صحيحه؟ تكون فيها مغالطات؟ نعم. يعني العالم لازم تاخذ اكثر من الفضائيه نفسها ولا تلجا للسوشيال ميديا؟ هنا المشكلة افتقار الأخبار اللي يحسها المجتمع، اللي يحسها أنه هي قريبة على همومه ومشاكله، إذا يشوفها بالتواصل الاجتماعي أقرب، إذا يوصل التواصل ممكن مساحة أنه المصدر مخفي، ممكن أنه يحكي على شخصية مهمة الجمهور هو يعتبرها هي سبب بمشاكله اللي هو عايش بها بالحياة اليومية، فيشوف المواطن أو يشوف الشعب أو الجمهور يشوف هذه مواقع التواصل الاجتماعي هي أقرب إلى من ناحية يعني مسه لمشاعره أو توصيله لأفكار اللي هو يريد يوصلها للمسؤول، سواء كانت بالكلام أو خلال المهاجمة أو غيرها. بالنسبة يعني قصدك تعتني بجانب أكثر من الآخر، تعتني بالتواصل الاجتماعي، التواصل السوشيال ميديا، تعتني بالجوانب الفضائيات تكون محددة. تمام. بأخلاقيات الخبر، بأخلاقيات هذه مسائل تعتمد على مهنية وقوالب اللي تستخدمها الفضائية نفسها. نعم. في سياستها المعتمدة بالنسبة للأخبار، بينما التواصل الاجتماعي لا، يكون مفتوح عند هذا، حتى إذا كان هو المصدر أصلا مخفي ما موجود ما معروف، فيقدر يستخدم أي عبارات أي المسائل، يقدر يستخدم ملفات يكون ما ممكن لفضائية أن تطرحها، يقدر يطرحها هو. وهذا ويكليكس يعني واضح، برنامج معروف، وبدأ يطرح وثائق جديدة. جرأة الخبر على التواصل الاجتماعي أكثر من القنوات. من القنوات طبعا هذا الشيء كنا متفقين عليه، بس هذا الشيء ما تلاحظ أنه يضعف القنوات الفضائية؟ لأن كل شخص يريد يبدي رأيه. القناة الفضائية نعم. مو كل شخص يقدر. راح أعطيك مثال بسيط، مثال بسيط وحي، مثال قناة سامراء الفضائية. إحنا بدينا بداية الحمد لله في مرحلة أولى كنا نبدي نواكب القنوات العراقية اللي هي كلها يعني قنوات محترمة وقادرة، وصل إحنا بدينا وحصلنا مكان بيناتهم في بداية مرحلتنا الأولى. الآن بدينا ننافس بمرحلة ثانية. ليش؟ لأن انتقلنا مرحلة ثانية وبدينا نعمل على المراسل، نعمل خصوصا نخشي لقسم الأخبار مع أداء نجاحنا بالبرامج. هذا بحث ثاني. اليوم احنا كنا قسم واحد يعني باعتبار دائما القنوات الفضائية يفصلوا لك الأخبار عن البرامج. طبعا طبعا قناة سامر من حيث الفضائية من حيث يعني الاستهداف، من حيث الاستهداف بالبرنامج. يعني باكو برامج سياسية تستهدف مع الأخبار برامج سياسية، واكو برامج ترفيهية، هذه نوعيتها وجمهورها يختلف، ورياضية هذه جمهورها يختلف. لكن العام والسواد الأعظم بالجمهور الأخبار والبرامج السياسية. هذا الموضوع احنا قدرنا بقناة سامرة من خلال المواكبة، من خلال العمل على
يعني تعلم ما نقول من الأخطاء، الحمد لله ما خطأنا، لكن تعلمنا من دروس غيرنا، وصلنا إلى مرحلة وبدينا نواكب وبدينا ننطلق انطلاقة جيدة. هذه يعني احنا مبارك لكم على النجاح بصورة عامة. نعم، ما نضيع انه نقول انه اكو نجاح للقنوات الفضائية، لا، اكو حضور لقنوات فضائية كبرى معروفة، إلها باعها، إلها صوتها، إلها كلمتها داخل جمهورها، جمهور بالساحة العراقية، سواء كانت عربية أو كانت عراقية. تمام. نعم. بالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، يعني المتابع أو الشخص اللي عم يتابع مواقع التواصل الاجتماعي، نعم، بتشوف الفئة قلت من أنه يقعد الواحد على رأس ساعة ينتظر الأخبار، يعني من حيث المشاهدات أنت كيف بتشوفها؟ تقصدين بالمواقع بالفضائية؟ بالتأكيد، هذا حكينا قبل شوي عن أنه أني بدل ما انتظر انه انا جالس في البيت انتظر على راس الساعه او انتظر، هذا ما يقلل من اهميه الموضوع كسياق كلاسيكي. طبعا. يعني انه انا جالس في البيت انتظر الاخبار، لكن انا اذا كنت خارج، سواء كنت في العمل، سواء كنت في السوق اتسوق، سواء كنت يعني عندي جهاز الموبايل اقدر اتبع بالانترنت، اتبع به الاخبار واعرف اتواصل شو يصير يدور حولي من الاخبار. هذه نقطة نجاح نوعي في موضوع معين، في جانب معين على الفضائيات. بدأت الفضائيات تدخل من طريق التواصل، اليوم عندنا التواصل في قناتنا، يعني الحمد لله أيضا دخل بهذا الموضوع، وموجود عندنا موقع لقناة سامرة، أيضا بدأ ينشر أخبار قناة سامرة من خلال المراسلين، وهذا في جمهورها بالتواصل، يعني التواصل ينقل اجتماعي. الصورة بالفضائية أو نفس الخبر ينقلها موقع حتى يواكب الـ يعني المواقع الأخرى اللي هي غير مرتبطة بالتلفاز وغير مرتبطة بالراديو. طبعا أحداث تركيا الكل عرفنا، أكو قنوات نقلت صورة، إحنا أنا طبعا أذكر أحداث تركيا كمثال فقط لا غير. نعم. أكو قنوات نقلت أحداث تركيا بالبداية، نجاح الانقلاب العسكري وحتى على مواقع التواصل، وأكو قنوات نقلت أنه فشل من بدايتها وصورت تجمهر العالم وصورت تصور الناس. إحنا مثل هيك أحداث مثلا شلون ناخذ يعني معيار المصداقية بالقنوات بصورة عامة؟ يعني مثلا قناتين كبرى، بس العفو استاذ خلنا أوضح لك فقرة، قناتين كبيرة مثال، يعني قناة منافسة القناة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي نص العالم انقسمت نص بنص، فشون احنا نعرف المصداقية من الموضع؟ شون نميز بين الخبر الصح والغلط؟ هو شوف، اولا الجمهور دائما الجمهور متوجس في اي حادث او حدث معين، سواء كان جمهورك اللي هو جمهور ينقسم الى ثلاث اقسام، مؤيد ومحايد اللي هو بالوسط ورافض. الاستهداف في عمل القنوات كلها الاستهداف يكون على المحايد، لان انت الراضي او يعني المؤيد لك ما تحتاج انه انت توصل له رساله لان هو مؤيد لك. الرافض مستحيل انه تقدر تقنعه وتجيبه لساحتك، يبقى الجمهور المحايد وهذا هو الاعم. هذا الجمهور المحايد هو متوجس، لا هو على اليمين ولا هو على الشمال. فاستهداف القنوات يكون على هذا الموضوع لي يعني ابراز الكفه، سواء كانت للمؤيده او للرافضه بحسب القناه وسياسه القناه. موضوع اذا مثل ما ذكرت مثال الانقلاب التركي الفاشل اللي صار، موضوع تناولته الكثير من القنوات قبل ان يحدث او يصار، ليش؟ صحيح. بجانب المعادي، لكن هذا سبحان يعني انقلب السحر على الساحر. ليش؟ لان هم الفرصه انه انت من تبث الموضوع اكو انقلاب، تقول يعني حدث انقلاب في تركيا عسكري، وانت منطيت مجريات، انت نجحت بايصال الحدث لكن ما يعني ما وصلت تفاصيل هل هو ناجح او فاشل. هنا انت اذا قلت نجح وانقلاب خلص، وهو انقلاب بعده بوضع يعني كحدث، مو شرط انه يكون هذا الموضوع كحدث، وسمع مؤيديك وفرحوا، بعدين طلع اتضح انه انت كذبت عليهم، راح تخسر من جمهورك. وين يعني يأثر الخبر الكاذب على الجمهور حتى نفسه. اذا كان الجمهور المؤيد يقل من الثقه والمصداقيه للوسيله اللي هو مؤيدها، لانه هو يثق بها، اي كلام مطروح للوسيله من قبل الوسيله اللي هو يثق بها ان انخفض هذا الثقه، انخفضت بسبب هذا الخبر الكاذب. تمام. انت فصلت الجمهور بين محايد ومعارض والقناه. طيب نشره الاخبار بشكل عام شو هي؟ بماذا يجب ان تتميز؟ تقف مع حسب موقفها ولا حسب طبعاً الجمهور؟ طبعا سياستها بالدرجه الاولى. نشره الاخبار جزء من الاخبار، من قسم الاخبار، لا تكون نشره الاخبار هي بالاساس هي موضوعه. تمام. اخبار القناه بالذات، يعني اكو مواضيع اخرى هاي تتوضح. نعم. للمشاهدين يعني اكو برنامج سياسي، يمكن السياق العام الرئيسي الرسمي يكون بنشره الاخبار. السياسه العامه للقناه للفضائيه للوسيله يعني تكون ثابته في هذا الموضوع باتجاهات معينة، اتجاهات راغبة أنه توصل بها نقاط، سواء كانت على مستوى الجمهور أو على مستوى السياسة أو على مستوى الأمن. هذا
متفق تكون عليه. وسطية تكون موضوعية بهذا تمام. الموضوع ماكو بالإعلام طبعا يعني أنا واحد من الناس وهذا رأيي الشخصي إنه ماكو موضوعية بالإعلام يعني الموضوعية أين تجدها؟ أنت تجدها أن تكون خبر حقيقي تقلبه هذه موضوعية إذا كان خبر كاذب تقلبه إلى حقيقة هذه موضوعية فالإعلام مع الأسف يعتمد على الكذب نوعا ما على الكذب ما يعتمد على المصداقية لكن مصداقيته تكون من خلال الأحداث الحية يعني الواقعية يعني بالعين مجردة بخصوص نشرة الأخبار نشرة الأخبار تكون ثابتة بسياق كلاسيك واضح باتجاهات معينة سواء كانت مع أو ضد وهذا يكون جمهوره هو الراغب اللي حكينا تحدثنا عنه أنه في الوسيلة هو كيف يرغب يعني شخص أو متتبع أو مشاهد لوسيلة ما إذا شافها هي قريبة من طموحاته من رغباته أنه يسمع الأخبار بهذه النوعية فيكون هو منجذب لهذه الوسيلة فتكون على هذا السياق هي جاذبة للجمهور وليس الجمهور هو جاذب طيب أنت ذكرت نقطة كثير مهمة نعم. الموضوعية طيب ليش مجتمعنا العربي لسه ما وصل لهاي الموضوعية كمعنى كل شو هي الأسباب؟ مجتمعنا العربي أسير الأسر الحاكمة مع الأسف طبعا. أسير انطوائيته بحث عن لقمة العيش يعني مع العلم أنه هو المجتمع العربي هو أغنى البلدان يعني ما شاء الله خيرات الله أكيد. فيه لكن احنا وقعنا أسير التقليد تقليد في كل شيء دخلنا يعني دخلنا بضمن هذا الإطار فبقينا ما يعني انه مع العلم احنا رمز الحضارة وهذه الحضارة هاي يعني الكلام التاريخي الجميل اللي نتكلم به لكن اكو فاصلة بين التاريخ وفاصلة بين دخول الدول او الاستعمار خلينا نقوله اللي حدثت هذه الفاصلة بين هذا المجتمع السابق اللي كون الحضارات وأسس الحضارات وبين المجتمع الحالي اللي هو الآن يبحث عن لقمة ويبحث عن خيمة يسكن فيها تمام. من النازحين لحد هذه اللحظة يعني حكومة تمنع عودتهم هذا السبب ما نعرف ما ندخل سياسة بهذا الموضوع ولا ندخلكم على السياسة بهذا الموضوع لكن الحكومة ذكرتي كشعب ليش ما نبحث عن الموضوعية شعب عراقي نصفه نازح عفوا ونصفه جائع بالجنوب من السبب حكومة أكيد. طبعا احنا اكيد هم ارجع اقول احنا دائما نبتعد نحاول عن السياسة نعم، وهذا نحاول ناخذ سبق صحفي بس قبل ما نريد يعني نختار نريد احنا شوية نستغل موضوع الاخبار الاخبار يعني الاقسام الاخبار بصورة عامة يعني انا اتابعها نعم. احس السوشيال ميديا قوي اكثر من القنوات الفضائية لان تحس اخبار الفنانين بي قضايا نعم. مجتمعية بي أخبار الناس الفقرة اللي تعبر عن صوتها موجودة نعم. البساطة بطرح المواضيع يعني أكيد نحس إن نشرة الأخبار ذيك النشرة القاعدة الرسمية طريقة طرح الخبر الرسمي أنت سألت وجاوبت نفسك لا هو يعني أنا نعم. هذا لا هم أريد أوصل النقطة وياك يعني نعم. ما حد جاوب مستمرة القاعدة الرسمية طريقة طرح الخبر الرسمي بالإضافة إلى يعني العديد من المواضيع الأخرى نعم. احنا شلون مثلا يعني ليش نشرة الاخبار بسرعه عامه نحسها بس للسياسه يعني ما بيها ابتعادها عن القضايا المجتمعيه ابتعادها عن الناس الفقير صوت الشارع فهم سؤالك محمد احنا مشكلتنا احنا نضع قوانين على انفسنا ما نخرج عن المألوف نتوارث القوانين من سابقينا ثابتين عليها ما نغير ما نحاول كانت الأخبار بهذه الصورة واستمرت أو بغيرها يعني هسه أنت شوف المدرسة اللبنانية شوف المدرسة يعني الخليجية حاليا إذا كانت تعتبر هسه الآن مدرسة المدرسة اللبنانية مختلفة تماما عن كل المدارس اللي تتناولها أغلب المدرسة العراقية شنو المدرسة العراقية ولادة المدرسة العراقية هي القوية أنت أغلب القنوات اللي هي موجودة الآن على مستوى عالي في مفاصلها الرئيسية تجد عراقيين يمسكون مفاصل رئيسية يعني هاي حقيقة هذه حقيقة نعم أنا حقيقة وبحث عنها أنا ما أريد أورد أسماء هنا أنا وأقول لك فلان وفلان وفلان في لا إحنا ما نريد نذكر أسماء أكيد بس أكو مثلا نحس إنه مثلا الخبر العراقي أو القناة العراقية ما تنافس القنوات العربية يعني مو محليا لا بس عربيا مو منافسة يعني أنا أحكيها صراحة أنا صريحة ماكو قناة أخبارية عربية إدارة رجعنا للسياسة وإحنا ما ندخل بالسياسة بهذا الموضوع بالنسبة للقنوات العراقية القنوات العراقية أغلبها تابعة لأحزاب بغض النظر عن قنوات أخرى هي سامراء الصباح لكم الحرية بطرح كافة المواضيع طبعا يعني إحنا نقول إحنا ما ردنا نقول أو نذكر قناة معينة على حساب قناة أخرى لكن أغلب القنوات العراقية بشكل عام هي أغلب يعني قنوات سياسية تابعة لحزاب سياسية فما بالضرورة أنه تجيب هم المواطن ما بالضرورة أنه تجيب غاية الحكومة إذا كانت هي معارضة بنفس الوقت تبحث عن مكان في السلطة
بتكوني ايضا هي معارضه، يمكن هذا جانب عم يبعد الخبر عن الموضوعيه. نعم. انتماء هاي القنوات لاحزاب معينه واتجاهات بالمال السياسي، يعني طبعا. هذا الموضوع هو المال السياسي هو يغير احوال البلد بالكامل. تمام. المال السياسي طبعا اليوم نورتنا وشرفتنا، واكيد قسم سعيد بوجودك قسم الاخبار، ودائما ناخذ المعلومات الفنيه والاخباريه الحصريه دائما ناخذها من قسم الاخبار من قناه سمراء الفضائيه. فالف تحيه لكم وتحيه لكل زملائنا اللي يشتغلون بقسم الاخبار بقناه سمراء الفضائيه. شكرا لك استاذ احمد حديثي، كنت موجود معنا واستفادينا، واكيد المشاهدين استفادوا من المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله الحلقات الجايه كمان تكون لك لقاءات متجدده معنا بسمراء الصباح. شكرا لك. طبعا.